غزالات كديري لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ بخير؟ شكون تعودوا نتوما كما كتشوفوا اليوم؟ اليوم اخر ليا، هو اخر نهار ليا في الدار. صافي حنا حيدنا، خويناها، حيدنا الفراش كامل. مالك يا ماما؟ مالك؟ اش بغيتي؟ خويناها دابا، حيدنا الفراش كامل، ما بقى والو. نتوما كتشوفوا لا التلفازه لا والو، وغنمشي فحالي صافي. الدار منحوسه، هذه الدار منحوسه. مريم اش كدير؟ انا اختي شو كدايره؟ انا واش اهتماره نفرش ونحيد؟ تخيلوا معايا باش نديو الرحيل من بلاصه لبلاصه جوج المرات في نفس الشهر. جينا من تما لهنايا، وبعيده بعيده الدار، يعني ماشي قريبه، يعني شي ساعتين ونص ديال الطريق. ودابا خصنا نهزو عاوتاني الفريش كامل ونمشي. وشوف حالتي كدايره الصراحه، من الصباح حنا واقفين، ملي وقفنا حنا كنجمعوا في هذا الشيء. مريم باقا كدير اخر اللمسات، كتقلب لا تكون شي حاجه ناسينها ولا شي حاجه. نخليو نشفو نلقيو الدار، نخليو صافي. وجمعنا الدار ومشفناها ونقيناها باش نردو ليها دارها نقيه. خضعنا في فلوس، مشى لينا كل شيء، لانه ما بغاش ترجع لينا ديك الفيانصه. لان نتوما عارفين ملي كتدخلي شي دار كتخلصي شهر وشهر ديال الفيانصه، وانت ما بانش مزيان كينبطو، يعني ديال التصبيق. ولكن هي ما بغاش تردنا التصبيق لانه ما كملناش معاها الكونطرا. الكونطرا كانت فيها مينيموم 6 شهور، فقالت لينا حتى تكملوا الكونطرا ديال 6 شهور عاد تقدروا تاخذوا الفيانصا، سينو صافي خصكم تخويو لي الدار. لكن نتوما ما بغيتوش هذا، وصافي هذا ما كان. والمهم ملي وصلت الدار لهي غنعاود لكم القصه وعلاش خويت الدار واشنو اللي وقع. وخليكم معايا الصراحه، ما بغيتش نصور لكم وانا كنجمع في الحوايج وانا كندير ديك الحاله. قلت صافي تمشي تما سي معايا وصافي هذا ما كان. المهم البنات، من بعد ما نمشي للدار لهي غادي نهضر معاكم ونتحدثوا شويه ونقول لكم شنو المشكل اللي وقع، وباش ما تبقاوش ديروا الثقه المره الجايه في حتى واحد، حتى واحد ما ديروا فيه الثقه. يلا خليكم معايا. والبنات انا جيت لداري واخيرا، انا في دار الوالده دابا. جينا للدار، شوفوا ما نعاودش لكم، كاينه اللوينه عندي بزاف. شوفوا كلشي حاطين غير في الدروج، حوايج داكشي كلشي في الدروج. جينا عيانين الصراحه، غادي نعسو وناكلو وغنعسو حتى غنفيقو، عاد غادي نقادو هادشي ولا حتى الغدا. نشوف شحال الساعه دابا، تقريبا دابا شي 7:30 ولا 8، ولكن حنا راه ما قادرينش لانه الروينه باقا عندنا هنايا. هيك مريم جمعوا دابا ولا الصباح؟ دابا الخدمه كانت عندنا مضوبله لهي، بدينا في هذيك الدار. راكم عارفين خصكم تجمعي الحوايج، وما كناش عارفين راه غنمشيو، يعني بدينا كنجمعوا اليوم، ماشي كنا موجدين ولا شي حاجه. وبدينا كنجمعوا ديك الساعه قبل ما تجي مولات الدار، يمكن مشي 3 السوايع. وحنايا لا طاك لا طاك لا طاك جمعنا الحوايج كامل، وخصنا نقي لها الدار، مسحنا الزاج داكشي، خلينا لها الدار نقيه. ودابا هنا خدمه اخرى باش تقادي هادشي، ولانه ما كانش عندنا الوقت حتى الحوايج ملي كنت كنهز فيهم، واخا مطويين كنت كنهز وتلوح، لانه ما عنديش الوقت باش نبقى نهز ونستاف وداكشي. ودابا راه باقي هنايا كلشي عامر الحوايج وداكشي. والمهم البنات، انا الصراحه ما تعجبنيش نصور لكم داك الروتين في الدار، نبدا نصور لكم راسي كنطوي الحوايج وداكشي، داكشي علاش ما نصورش لكم هادشي. انا كيعجبني نهضر معاكم هكا شي حاجه اللي مزيانه، ما تعجبنيش خاص راسي كنجمع في الدار وداك التخرويق، فداكشي علاش ما غنصورش لكم هادشي. ولكن ملي غنقاد هادشي ان شاء الله، ما عرفتش واش اليوم بالليل ولا غدا في الصباح. المهم هاد لي فيديو غنحطو غدا، غادي نهضر معكم وغنشرح لكم كلشي اشنو اللي وقع وعلاش خرجت من الدار وشكون اللي درنا فيه الثقه وهضرنا. المهم غنعاود لكم كلشي وداكشي علاش. خليكم معايا في هاد الفيديو، باي باي. ايوا غزالاتي، هانا رجعت معكم. انا عارفه الفيديو ما صورت لكم فيه والو، غير الهضره الهضره الهضره، ولكن هادشي اللي كاين البنات صراحه. البارح نعست وراكم عارفين الروينه الروينه الروينه، يلا جمعنا كلشي، يلا قدينا كلشي، وقلت دابا غنهز الكاميرا ونصور لكم باش نحط لكم هذا الفيديو اليوم كما كان، وباش نعطيكم بعض النصائح البنات ونقول لكم شنو وقع. كما عرفتوا انا صافي خليت داري، شنو نقول لكم، ديك الدار اللي فرحت بها فاش مشيت ليها ولات ما بقاتش حاليه ليا. تخيلوا معايا انا الدار فيها لابيسين والبحر حدايا وكلشي قريب ليا، وليت غير سد عليا في واحد البيت، ما تنخرج ما تندرج ما تمشي حتى شي بلاصه. فمن الاحسن نرجع في حالي هنايا،
لانه جاني واحد اكتئاب اللي هو خايب خايب خايب، وقلت لقيت تما غادي نزيد على راسي. اما بالنسبه للبنات شنو وقع الصراحه، شنو نقول لكم، في هذا الوقت ما بقيتي تقدري تثقي في حتى شي واحد، وبالاخص الناس اللي قراب ليك. وكما كيقول داك المثل، اتقي شر من احسنت اليه. فاللي كدير معاه الخير واللي كتعامل معاه زوين راه هو اللي تيضرك وهو اللي تيضربك. الصراحه ولينا في واحد الوقت اللي ما بقاتش فيه الثقه نهائيا. يعني انا هادشي اللي وقع لي ما كنت متوقعاه يوقع نهائيا، يعني نهائيا. تخيل معايا واحد الانسان تثقي فيه، تعطيه كل شيء، تكبري به، تعطيه قيمه اكثر من القيمه ديالو، اولا تعطيه قيمه اكثر من الحجم ديالو، وهو اللي غادي يجي يديرها قد راسه وغيدير واحد المشكل كبير اللي ما غيحترم فيه حتى شي واحد وما يعقل على حتى شي واحد، ما احترمني لا انا لا ماما لا حتى شي واحد. وهذا البنات هذا هو المشكل اللي بغيت نهضر لكم عليه ونقول لكم هذه النصيحه. فعمركم البنات، عمركم نصيحه من انا اللي مجربه، عمركم تعطيو شي واحد اكثر من القيمه ديالو، لانه خاصك تعاملي الواحد كيف ما كيعاملك هو. الا دار لك قيمه وكبر بيك انت غديري له قيمه وتكبري به، ولكن ما تعطيش لواحد اكثر من القيمه ديالو، وبالاخص لا شفتي هو ما كيدير حتى شي مجهودات من الجهه ديالك. علاش؟ انا غنقول لكم علاش. ملي كتعطي واحد الشخص اكثر من القيمه ديالو، فهو اول حاجه كيسحب له راسو شي حاجه، كيف ما كيقولوا كيبدا يتكبر، كيبدا يتيق باللي هذيك هو هكاك القيمه ديالو. ماشي تيقول اه شوف انا عمر شي واحد عاملني بحال هاد الانسانه مثلا، اولا عمر شي واحد دار لي بحال هاد الانسانه مثلا، خصني نقدر هذاك الشيء. لا، كاينين واحد النوع، انا ما كنعممش، ولكن كاين واحد النوع ملي كتعطيهم اكثر من القيمه ديالهم كيتيقوا راسهم، كيديروا ما بغاو، وكتولي انت نهار اللي كتعياي من داك كثره القيمه وكثره الخاطر وكثره هادي، وكتولي تعاملي مزيان عاديه، كتولي انت ما مزياناش، كتولي انت اللي ما مزياناش، وانت اللي تبدلتي، وانت اللي كلشي. فالبنات يا مع راجل يا مع صاحبه يا مع صديق، مع اي انسان، ماشي ضروري بالضبط يكون راجلك، اي انسان تعطي القيمه ديالو على حسب هو كيفاش كيقدرك، وعلى حسب هو كيفاش كيتعامل معك. هذا اكبر غلط انه شي وحده ديرو بالاخص مع راجلها، تقول لا وراجلي ونكبر بيه وندير له ونفعل له. العكس راه ما كيقدروش، راه حتى واحد ما يقدرك الا في اقليله. انا ما كنعممش، ولكن انا كنعطيكم بحكم التجربه ديالي. فملي كتعطي الشخص اكثر من قيمته بزاف، ويلي ويلي اش نقول لكم، كيتيق راسو وتيولي تيسحب له راسو شي حاجه. ماشي انت ما كترتي ما كتعاملي معاه زوين وكتعاملي معاه زوين، وانت تقولي معليش الله وعسى يتبدل، هو ما تياخذش هكاك، هو تيفكر صافي راه صافي، هو داك هو كيسوى داكشي اللي كديري عليه. ما كيفكرش انه لا شوف واحد الانسان اش كيدير عليا، خصني نتبدل وخصني نبدل حياتي، لا. وواحد النقطه اخرى البنات، شوفوا حتى انا طحت في هذا الغلط، وداكشي علاش بغيت ننصحكم باش تعرفوا راه ما كاينش شي واحد يتبدل. راه الا ما تبدلش في المره الاولى وفي المره الثانيه راه ما عمرو كيتبدل. وحنا هذا الغلط نديروه بزاف العيالات، وبسبب هذا الغلط كتلقى المراه دوزت 17 عام ديال العذاب، دوزت 15 ديال العذاب، وملي تيسولوها وعلاش صبرتي هذه المده كامله، كنت كنقول غيتبدل. يعني وهي كتسنى هذاك الشخص يتبدل، تخيلوا معايا 15 عام وهي في العذاب وباقا عندها امل هذاك الشخص يتبدل. بنات هذه النقطه ستوب من الاول، خاص الواحد يعرف حتى قبل ما يدير الدراري كاع، فهمتوا؟ في الاول خاص واخا كاع يدير الدراري ماشي مشكل، راه ما يسحبش لكم راه بولد، راه صافي، لانك كنتي بولد وما خطرتيش غتزيدي الثاني وغتزيدي الثالث وغتولي عاد حاصله اكثر وفي العذاب، واخرتها كتفارقوا. فلهذا راه ولد راه ماشي، بالعكس ولد راه ربي صيفطو لك، راه واحد الحاجه اللي زوينه في الحياه. راه كاينين الناس اللي ما تلقاهمش، بالعكس على داك الولد خص الوحده تهز وتنوض وتخدم على راسها وتوقف على راسها على قبل ولدها، ماشي على قبل اللي ما عطاهاش قيمه وتبرك معاه في العذاب 15 عام 16 عام. انا كنعطيكم نصيحه من اخت ديالكم اللي جربتها، والواحد راه ما كيتبدلش عمدا غوز، راه ما كيتبدلوش، راه ما تيتبدلش. شوفوا يضربك النهار الاول تقولي اه نسمح له، اول مره يعاود يضربك المره الثانيه لا ماشي مشكل نسمح له، عصبته انا. شوفوا نقول لكم واحد القضيه، شي راجل اللي ضربك النهار الاول اي الغلط ديالو 100%، ولكن ملي كتسمحي له كيضربك المره الثانيه الغلط 50% وانت 50%، ولا ضربك المره الثالثه الغلط ديالك انت ماشي ديالو هو، لانك انت اللي سمحتي له باش يدير واحد الحاجه. والرجال بطبيعتهم الا سمحتي له يدير واحد الحاجه غيعاودها بكثر،
شتي هاد المره لا عيرك وسمحتي ليه، المره الجايه غيصرفقك، ولا صرفقك وسمحتي ليه المره الجايه غيعطيك كروش يعطيك بونيه اللعين، ولا سمحتي له غتولي توصلي بتهديدات القاد، توصلي بزاف د الحوايج، وانت غتبقاي هكا ديما في الخوف وديما مخشيه فتحته. البنات النهار الاول يموت المش، انا نقولها لكم، شوف انا هاد الغلط درته، حتى انا تعرضت للعنف وصبرت ليه، حتى انا تضربت وقلت ماشي مشكل وسمحت، ولكن ملي كتسمحي لواحد راه ما تيقدركش، بالعكس ملي كتسمحي تيقول هادي صافي هادي طاحت على راسها، هادي ما عندها فين تمشي، ما عندها كي دير، كيعاود ما كثار كيعاود ما كثار. فهادشي علاش البنات بغيت نعطيكم نصيحه فهادشي، وبخصوص ما داز عندي انا. واخر حاجه هي ما تثيقوش، ما تثيقوا حتى واحد، ما تثيقوش، شوف راه ما كايناش الثقه، والفلوس كتبدل اي واحد. تخيلوا معايا واحد انسان اللي انت كتكوني عايشه معاه وقاسمه معاه حلوه مره، وكان مر هو بواحد الظروف اللي ما عنده لا ريال لا جوج، وانت وقفتي معاه مره، تخيلوا معايا دابا نتوما، تخيلوا معايا دي فراسكم، انت وقفتي معاه مره وكلشي، ونقولوا كاع سلفتيه الفلوس وكلشي، ونهار هو جوه الفلوس هز حويجو وهرب. وتخيلي معايا دابا واش نتوما تقدروا تثيقوا هاد القصه هادي واش تقدروا تثيقوها؟ يعني راجل انت معاه في الزوين في الخيبه، وما خليتي ما درتي معاه وكلشي، ما خليتي حتى حاجه ما درتيهاش معاه، لا انت لا عائلتك، وهو اللي عائلته ما عاقلين عليه ولا ما عاقل عليه حتى واحد. مهم نهار اللي يشد الفلوس غيزيد يهرب، وغيخلي داره ويخلي ولده ويخلي مرته ويخلي كلشي على قبل اشنو، على قبل جوج دريالات شدهم. واش دابا بحال هاد الانسان تثقوا فيه البنات؟ تخيلوا معايا واش تثقوا فيه. ويجي واحد السؤال تطرح دابا، وكيفاش انت تقتي في هذا الشخص مثلا؟ لانه الانسان كيتبدل، راه حتى واحد كذب عليكم كذاب، راه حتى واحد ما كيبقى كيف ما كان في الاول. راه البنات راه نقولها لكم، ما عمركم تثقوا من الاول، جربوا 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 جربوا، لانه الراجل ما كنعممش باش ما يتقلقوش الرجال اللي كيتبعوني وكيتفرجوا فيا، عندي شي رجال يتفرجوا فيا الله يعمر هضر، ما كنعممش. الراجل كاين شي انواع من الراجل، راه النهار الاول راه تيبين لك الحياه، ما عرفتش كديره راه كيبين لك الحياه، واو راه انت تصدمي، انت تقولي هذا الراجل ما كاينش بحاله، هذا الراجل هذا راه ما كاينش بحاله في الدنيا، ولكن هو كيقولوا كيتمسكن حتى كيتمكن، لانه علاش؟ لانه عارف الا بين لك الحقيقه ديالو انت غتهربي عليه، ما غتبقايش معاه، فكيبداو يديروا لك التمثيليه بحال هكا. ثاني حاجه شنو تيفكر؟ وشوفوا هاد العقليه اللي طحت فيها انا، هذه دابا هادشي اللي تنعاود لكم راه ديالي، هذه العقليه اللي طحت فيها انا. شنو كيبدا يفكر؟ في الولاد، لو انا باغي الولاد، ويقدر يدير اي حاجه ويبكي عليك، وشوفوا ما تيقوش البكا، دموع تماسيح. انا نقول لكم راه بكاو عليا ماشي مره ماشي جوج، هذا اللي دار هذه المشكله هذا، راه ما خلى ما بكى عليا، راه ما خلى ما بكى عليا، دموع دموع حتى لهنا، ولكن دموع التماسيح. ما تيقوش لا الراجل بكى عليك، ما تيقش بها، ما كنعممش، ولكن ما تيقيش بهذا النوع اللي تنهضر عليه. تخيلي معايا البنات انه يبكي عليك والو، باغي الدراري وهادي ومحيح والاكتئاب وكلشي، انت شنو تتقولي؟ من كثرت ما كيبغيني مسكين، باغي يولد معايا، شوف شنو واقع، لا اجي ندير له الخاطر، ونيت يلا نولدو يلا نديرو يلا نفعلو، وهذا غلط. شي الولاد لما كنتيش باغاهم انت ما تولديهمش، ما تولديهمش الا انت اللي ما مقتنعاش بالولاد، لانه علاش هو باغي الولاد؟ تفكر ان ملي غتولدي معاه دابا هو مابقاش قادر يتحمل داك التمثيل ديالو، فهو صافي خصو يبان على حقيقته، ولكن انت بوحدك غطيري ليه، فشنو كيدير؟ خصو الولاد. علاش؟ لانه عنده داك التفكير ديال غنشدها بالولاد، كيف ما كيديروا العيالات يشدوا الرجاله بالولاد اخر الزمن، ولا الرجاله يشدوا العيالات بالولاد، فهمتوا؟ يعني انشدها بالولاد صافي، راه كتولدي ما يقدر تقدري ديري والو. وفعلا البنات راه الحياه راه ماشي كيف ما كانت، انا نهضر على راسي انا بعدا، ماشي قبل ما نكونوا انا ويا عايشين، وماشي قبل ما نكون حامله، وماشي قبل من بعد ما ولدت، ثلاثه المراحل. فصافي ملي كتولدي صافي صافي راه عندك ولد حاصله به، صافي يدير ما بغى، يقدر يدير هاد الراجل يدير ما بغى، اي راجل ما تندويش على، وماشي كنعممش عاوتاني في الاغلبيه. فهادشي علاش البنات كنقول لكم ما تيقوش، خدموا عقلكم وما تكونوش نيه بزاف، وما تضحيوش كثر من القياس، راه ملي كتضحي كثر من القياس راه انت اللي تدوز عليك، لانه حتى شي واحد ما كيقدر ديك التضحيه ديالك. ما تضحيوش كثر من القياس، وما تيقوش بزاف، وما تولدوش الا ما كنتوش نتوما اللي باغين، الا شي واحد هو لاصقك ولدي معايا ولدي معايا، راه غير باش يتفلى عليك، ماشي باش يتفلى عليك باش ما تمشيش منه، باش يثبتك هو هذاك الدري باغي، غير باش يثبتك باش ما تقدريش تطلقي منه، ولا ما تقدريش تخليه، ولا ما تقدريش في شي بلاصه اخرى، هذا ما كان.
والواحد يخدم عقله بزاف. فانا نقول لكم البنات من الاحسن الوحده تطول فتره الخطوبه اولا فتره التعارف اولا اللي كانت. فعمر شي وحده تسرع مع شي حد، علاش حنا البنات حنا المغاربه كيتسرعوا؟ لا صافي خصها البنت غير تزوج وخصها تمشي عند راجلها وصافي. في الاخير شكون اللي كياكل هادشي كامل؟ دقه تياكلو المراه، كتاكلو المراه وتياكلو الاولاد الا وقع الطلاق والولاد. اما الا كانوا الولاد صغار ماشي مشكل، بعدا راه ما تيكبروا ما تيفهموا ما والو، تيكون ولد صغير ما تعرف لا. اما الا كانوا الولاد تيعرفوا والوالدين تيتفارقوا، راه هذيك هي المصيبه وهذيك هي الكارثه العظمى. والبنات من ناحيه الفلوس، حتى وحده ما تثق في شي واحد تعطيك شي فلوس ولا تسلف فيه شي فلوس، راه نهار يشدوا الفلوس غيطيروك على اساس ان دوك الفلوس ما زعما هادشي كيضحكني، على اساس دوك الفلوس زعما راه غيدوموا ليهم، غيدوموا ليهم عام عامين. هادوك الفلوس راه الشهر الجاي مسالاو. وشوفي الواحد شنو ضيع على قبل الفلوس، يعني هو خسر وجهه مع عائلة مراته، خسر وجهه مع مراته، خسر وجهه مع ولده واخا ولده باقي ما كيعرفش. وفي الاخر شنو استفد؟ اي سالو ديك الفلوس وغيتم جاي تيبكي سمحوا لي. ولكن الندم راه ما تنفعش في هاد المراحل، الندم ما تنفعش. وهادشي اللي كاين البنات، وانتم تكونوا قدرتوا تفهموا شويه واحد الحاجه. انا الصراحه ما بغيتش نقول القصه بالضبط، ولكن نتوما راه غتفهموا من الهضره ديالي. احتراما لراسي والناس الاخرين واخا هما ما احترمونيش، وهذا ما كان البنات، وخليت داري وسمحت في داري وسمحت في كل شيء. الله يجعل غير هذا يكون هاني، نعلبوا البحر كما كيقولوا، الدار والبيسين وداكشي كامل. انا عايشه في العروبيه مهنيه مع راسي وحسن ليا وحق الله العظيم. وهذا ما كان البنات، فكنتمنى انكم تستفدوا شويه من هاد النصائح ديالي. واش غنقول لكم الصراحه؟ والله ما عندي القناه حتى نصور، ولكن من 3 ايام ما حطيت حاجه. واصلا البنات راه الصراحه دوك الفيديوهات اللي حطيت لكم راه كانوا مصورين، هذوك الفيديوهات راه ماشي يلا صورتهم، فكانوا مصورين. انا تقريبا راه شي 8 ايام ولا 7 ايام وانا ما صورت والو، انا غير تنفكر والمشاكل. والحمد لله اللي عنده مو عمره ما يخيب، واللي عنده عائلته واقفه مع عمره ما يخيب. وانا من هاد الفيديو هذا غتفرج فيه ماما، تنبغي نشكرها بزاف على كاع داكشي اللي دارت معايا. الصراحه ماما وقفت معايا وقفه ديال 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 الرجاله اللي ما غيديرها معايا حتى شي واحد. والحمد لله يمشي راجل ويجيو 10. البنات صحتكم هي الاولى، انتي فكري في راسك، عمرك تفكري في الاخر، لانك ملي كترت ما كتفكري فيه تتولي مضيعه راسك. الا كان كيستاهل اهل البنات، الا كان كيستاهل موتي عليه، فكري فيه ديري له كلشي. الا كان كيستاهل وتعاملك بالمثل، الا كان كيقدرك قدريه، ولا كان كيديريه فوق راسك. ولكن الا كان ما كيدير حتى شي حاجه من جهتك، ابسط الحوايج ما تيديرو من جهتك، وكيهمو غير عصبك وغير فقسك وغير مرضك، علاش؟ كيكون كي غير حتى منك باغي كيشوفك ديما انت لتحت، ما يشوفكش زوينه، ما يشوفكش حسن منه. خصك تكوني انت كفس منه باش ما يديها فيك حد، فهمتي؟ ما خصكش تكوني انت زوينه وتكوني مهليه في راسك وتكوني مستقله، مثلا مستقله تكوني خدامه على راسك. ما يبغيوش بحال هاد النوع هادو، ما كيبغيوش. علاش؟ باش ما عمرك تلقاي ملي تفلتي ليه. لانه المراه ملي كتكون مستقله وخدامه على راسها وقاده براسها، الراجل تيخاف منها وتيدير منها اتونسيون. علاش؟ بعد غدا بعد غدا ما عندهاش مشكل، راه واخا تفارق معاك من الصباح هي خدامه بفلوسها بمنطتها بدارها بولدها. هادشي علاش الراجل ما تيبغيكش تكوني مستقله، باش نهار اللي هو يدير ما بغى ما تقدري انت تمشي لها هكا لا هكا، وهو يدير ما يبغى يمشي لك ب 3 ايام 4 ايام وما يجيش، شنو ديري؟ اخر حتى غتدخلي البيت كتبقاي تبكي وتقولي يا ربي واش عطاني وانا شنو ندير ونصبر على ولدي. لا راه ما كتصبريش على ولدك، راه ملي كتصبري على ولدك كتزيدي تدمري ولدك، لان ولدك كيبقى يشوف دوك الصراعات وداك الشيء. بالعكس راه كتصبري غير عليه، هو اللي مبرع وبخير مع راساته. هذا ما كان كذب عليكم، كذاب البنات. المراه نصيحه انا نعطيها لكم من هذا الفيديو. الصراحه انا اصلا ما بغيتش نهضر على هذا الموضوع، ولكن درت هذا الفيديو غير باش نهضر ونعطيكم فكره ونصحكم. حتى نتوما البنات حاولوا ما امكن تكونوا مستقلات، حاولوا ما امكن انكم تخدموا ولو بثمن بسيط، ماشي ضروري تكون عندك ماندا كبيره، اي حاجه حاولي ديري اي حاجه، واخا تخدمي غير من الدار، واخا ديري اي حاجه، المهم يكون عندك واحد الصالير ديالك وتكوني قاده براسك. لانه ملي ما كتكوني قاده براسك كتعطوك قيمه، كيخافوا منك. ولكن ملي ما كتكونيش قاده براسك راه حتى واحد ما تيقدرك، حتى واحد ما كيقدرك نهائيا نهائيا. وكتكوني عنده بحال لعبه ماشي مشكل، يقول هادي ما عندها فين تمشي، شكون يشدها وعندنا ما تسكن وشكون يهزها بولدها وشكون. ندير ما بغيت، ندير ما قال لي راسي، واخا تعيا ما تعاملي فيه زوين، واخا تعيا واخا ما عاد شكون كديري ليه، اخر حتى تمشي قلب على واحده اخرى.
علاش؟ لانه صافي انتيا وليتي الملك ديالو، كيعتبرك انك ديالو ملكه، ما عندك فين تمشي، ما عندك فين تزيدي. هذا هو، هذا هو مكان البنات. المهم ما نطولش عليكم، الا بغيتوني نعاود لكم القصه بالضبط بالضبط بالتفاصيل خليوها لي في لي كومونتير، ومن بعد نشرح لكم الموضوع شنو وقع. صراحه هادشي اللي وقع راني ما كنتش كنتوقعو نهائيا. واحد الحاجه ديال تعاود لشي واحد يضحك يضحك يضحك، ماشي عليا يضحك عليه، لانه هادشي اللي دار دي الدراري الصغار وضيع راسو. الحمد لله حسن لي انا بخير وعلى خير. شتي انا البنات ماشي من النوع اللي تيبقى يقول يكتئب ولا علاش وقع له هكا، بالعكس انا تنقول الحمد لله ملي عرفت واحد الانسان مثلا على حقيقته قبل ما يكون فات الوقت. تخيلي معايا تكوني عندك معاه واحد 4 دراري ولا 5 دراري يمشي يدير لك شي حاجه، والحمد لله ملي يلاه يلاه في البدايات الوحده ما يبقاش فيها الحال، بالعكس قاده براسها وتقدر تعيش راسها وبخير، ومازال الوقت قدامك. يعني ملي كتكوني باقا صغيره ما عندك حتى شي مشكل، مازال الوقت قدامك ومازال تلقاي محسن منه وتزوجي محسن منه كاع، وتقولي يا الحمد لله ملي تفارق عليا داك السيد انا لقيت محسن منه. ايوا هذا ما كان البنات. المهم تشجيع. نبغيكم كلكم البنات تكوني قويات، وما تخليو حتى شي واحد يهرسكم، وبالاخص الراجل، وما تخليو حتى واحد يكسركم، وما تخليو حتى شي واحد يشوفكم في الارض. لا بغى يشوفك في الارض شوفيه هو في الارض، لا بغى يشوفك في الارض شوفيه هو في الارض، انت طيحي منه قبل ما يطيحك منك هو. المهم باش ما نطولش هذا الفيديو بزاف، السلام عليكم، تلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. كنبغيكم كاملين، شكرا على التشجيعات ديالكم. الصراحه البنات والله كتخليو لي كومونتير زوينين، تفرحوني تدخلوا لي الفرحه على قلبي. واخا انا اصلا انا هاد القناه درتها غير باش نبقى نتواصل مع الناس، لاني كنت كنمر بواحد المرحله صعيبه وما كنت كنعرف حتى شي واحد، وراكم عارفين ما عندي لا صحابات لا صحاب لا خدمه، ما كنمشيش نخدم، انا غير في الدار ما كتهضري مع حتى شي واحد. فانا دابا هاد القناه بدات كتفتح ليا بزاف الحوايج زوينين، بديت كنتعرف على الناس، الناس كيدخلوا كيكتبوا ليا في انستغرام، يعني ابارتي اليوتيوب كيجيو عندي من يوتيوب انستغرام يسولوا فيا، كاينين المتتبعات ديالي اللي عندهم حتى المرتي الواتساب تيسولوا فيا ديما. فهادشي زوين الصراحه وتيفرح وعجبني بزاف، وداكشي علاش انا غنستمر معكم حتى الاخر. واخا يوقع اللي وقع البنات ما كاين حتى شي مشكل، يوقع اللي وقع انا معكم في هذا اليوتيوب حتى الاخر نهار، لانه الا سديت القناه وساليت فانا غندمر وغيجيني واحد الاكتئاب اللي قوي. الحمد لله انا معكم دابا كنحس بالراحه، ولا وقعت لي شي حاجه غنهز الكاميرا ونعاودها لكم، ونشوف شنو غتكتبوا لي من تعليقات ديالكم الزوينين الخايبين، كلشي تنتقبلوا. والمهم حبيباتي نخليكم، طولت عليكم بزاف، نخليكم ما تنساوش تخليوا لي تعليق، تعليق تشجيعات شجعوني. و تخليوا لي بزاف ديال لي لايك، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. بالسلامه عليكم، تنبغيكم كاملين.